بالنسبة لطريقة حل السؤال السادس من ضمن أسئلة الفاينل، كان عبارة عن أسئلة مباشرة، تمام؟ مثل هسه هذا الخامسا for figure 5، يجي عن figure 5، تمام؟ وين figure 5؟ 1 2 3 4 5. المطلوب منك شنو؟ أنه تعرف اسم الدائرة، اسم مثل هذه الدائرة، أشنو نقرأ اسمه؟ عبارة عن بما أنه هذا مشبع هكذا saturated enhancement، لأن ماكو قناة، لو كان اسم dupletion saturated enhancement loaded NMOS inverter، محمل على ال NMOS inverter، تمام؟ وين أدور على هذا الشيء هوني؟ عفوا هالقوانين مالته saturated enhancement only، يعني فقط saturated loaded NMOS inverter، هالقوانين اللي هو فوش كان طلب مني؟ كان طلب مني ال Vout law، وحلاحظ انه اكو قانون Vout law VDD VTL، كل معلومات معطات تقدر تجده، تمام؟ زين، هاي المعلومات هون موجودة. زين ال Vout هاي هون بس فكرة انه ما معطيك قانونة ضمن هالقوانين، معطيك VM Vout law، معطيك VN high. ال Vout هاي هون مفروض تحفظ انت، اللي هي VDD minus VT لهذه الدائرة، وكذلك الحال لبقية الدوائر يعني، تمام؟ يعني عندك هون مثلا ال VN for figure 4، figure 4 اللي هو شنو هذا، هاي دائرة، هاي NMOS inverter العادي، يعني resistor load NMOS، يعني هاي القوانين كلها خاصة لها. فعندك VN low وعندك VM، اكو قانون جاهز لل VN low، اكو قانون جاهز لل VM، مجرد تجي تطبق قوانين مالتك، تمام؟ هذا القانون اللي هون ينتهي، هذا قانون ال VM، كل المعطيات موجودة عندك، تجي تملي الفراغ الأول تملي الفراغ الثاني. figure 3 يمكن هم شوية بين فكرة، هذا figure 3 اش عندك؟ يقول لك هاي الدائرة، اشنو هاي الدائرة؟ فانت مفروض تعرف CMOS، لازم انت شكل الدائرة تعرف عن تعرف تربط هي قوانين من هوني، تروح على شيء قوانين اسمه قوانين CMOS هذه، تمام؟ قوانين CMOS اش تقول؟ هو شايلد منك ال Vout عند ال IC وال IDD max of NL،